عزام بيه تعالي يا دنيا. واو، انما ايه القمصان الخطيره دي يا عزام بيه؟ اظن بقى دلوقتي انت راضي عني تمام التمام. قصدك ايه؟ قصدي ان دعاء رجعت الشغل خلاص كأن مفيش اي حاجه حصلت. انا كنت متاكد يا حبيبتي انك هتقدري تقنعيها انها تكمل معانا. تربيتك يا بابي. ونعم التربيه يا حبيبتي، بس الحقيقه انا كنت عايزك في موضوع تاني، كنت عايز اخد رايك فيه. موضوع؟ موضوع ايه؟ تعالي اقعدي، اقعدي يا حبيبتي. اقعد وماله؟ اهو. اللي اسمه حربي وزين دول ايه حكايته؟ انت لسه زعلان منهم ولا ايه؟ بيتهيألي بعد اللي عملوه المرة اللي فاتت من حق ازعل، ولا انت ليكي رأي تاني؟ انا رأيي يعني انك تنساهم. انت اكبر من كده بكتير، دول شوية عيال غلابة بيجروا ورا اكل عيشهم. عيشهم؟ طيب ماشي، قومي انت بقى عشان تلحقي تغيري هدومك وتلحقي النمرة الجاية، ولما تبقي تقابلي سي حربي ده وسي زين ابقي سلميلي عليهم. هايل يا حبيبي، هايل. بس احنا لسه مش عارفين اذا كانوا هيوقفوا على طلباتنا ولا لا. يوقفوا؟ ما انا قلت لك قبل كده مفيش قدامهم سكه ثانيه. ما هو ده اللي قلقني يا استاذ. ايه بقى اللي قلقك يا زين؟ الغدر وقله القصر. لحد ما توصلوا لهم البضاعه انتوا في امان. طب ولما نوصل البضاعه؟ هو حرم ما حكالكش رشوان كان عايز يعمل فينا ايه لما وصلنا له بالتريلا؟ لا، والقلقح من كده بقى اللي عرفته من بنت دنيا. عرفت ايه؟ عرفت ان عزام بيقول انه هيشوف شغله معانا وان احنا مش هنعدي بيها بالسهل. طب شفت بقى؟ عزام ورشوان دول مالهمش امان، عكس عنتر خالص. عادي يا جماعه، عادي. هو ايه ده اللي عادي؟ دي سياسه يا زين، سياسه. رشوان وعزام من ناحيه شدوا الحبل علشان يخوفوكم، وعنتر من الناحيه الثانيه يركب الحبل علشان تثقوا فيه وترتاحوا له. سياسه. يا خوفي بقى هم يستلموا البضاعه من هنا وفجاه هوب كله يروح شدد الحبل ونروح احنا في 60 داهيه. مش عايزين نسبق الاحداث، وبعدين ما تقلقوش انا عامل حسابي على كل حاجه ومأمنكم اخر تمام. طب افرض بقى متر عنتر كلمني بكره وقال لي ان الموافقه جت، هتصرف معاه ازاي؟ اقول لك يا سيدي، وبعدين يا معلمة الساعة عدت نص الليل والمعلم حربي مرجعش. شكله مش جاي الليلة دي. طب هتاكلي لك لقمة ولا شيل الأكل؟ شيل الأكل وطفي النور وخشي نام. طب وانت يا معلمة؟ أنا؟ أنا هطلع أنام، يعني هعمل إيه؟ هنام. أكرم اوعى تتأخر النهارده. حاضر. اوعى تنسى تستلم التورته. حاضر. اوعى تنسى تأكد على رؤوف ان يجي النهارده. انا لا هأكد ولا هجيب سيره، انا عزمته قبل كده عايز يجي اهلا وسهلا، مش عايز يجي هو حر. طب وانت بتاخد كل حاجه على اعصابك كده ليه؟ عشان انت زهقتيني على الصبح يا منى، زهقتيني. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا اكرم. هو حمزه لسه ما صحيش ولا ايه؟ لا يا حمزه، واخد اجازه النهارده من المدرسه عشان عيد ميلاده. طيب يا دوب انا سلام. اكرم. ايوه يا بابا. ايه اللي حصل بينك وبين اختك امبارح ده؟ هي ما حكتلكش؟ حاولت معاها طول الليل ما رضيتش تتكلم. هو في ايه يا اكرم؟ ولا حاجه. ولا حاجه يا بابا. ولا حاجة ازاي؟ دي طول الليل عمالة تعيط. بابا أنا اتأخرت على شغلي. بعدين. بعدين هحكي لحضرتك كل حاجة. عن إذنك. أكرم. أيوة يا منى. ما تنساش اللي اتفقنا عليه. حاضر. حاضر يا منى. عن إذنكم. أماني لسه نايمة؟ صحيت من بدري بس لسه ما خرجتش من أوضتها.
ايه يا اماني؟ مش عادتك تبقي صاحيه وتقفلي على نفسك اوضتك وتقعدي لوحدك؟ عادي يا بابا، شويه هدوء. ايه مش رايحه الجورنال النهارده؟ لا مكسله وبفكر اخد اجازه طويله. على بابا برضو الحكايه، مش كسل ولا اجازه. ها مش عايزه تحكي لي مالك؟ امبارح يا بابا كان يوم وحش قوي بالنسبه لي، اتخانقت في الشغل وجيت هنا اكرم اتخانق معايا، مع اني والله ولا غلطانه هنا ولا هنا. طب احكي لي يا بنتي، يمكن اقدر اوصل لحل يخرجك من اللي انت فيه. افتحي قلبك لبابا. ان ما كنتيش تفتحي قلبك لبابا حبيبك هتفتحي لمين امال؟ بركات روح على المستودع شغل الرجاله واستنانا لغايه ما نرجع. طب لو المعلمه سالت عليك قول لها رحتوا فين؟ قول لها رحنا مشوار مصلحه كده مش هتاخر. يلا. طب خدوا بالكم. طيب يلا زين. وده بقى اللي مضايقك؟ ايوه اكرم يا بابا بيتدخل في حياتي زياده عن اللزوم، وفي الجورنال الست نشوى بتتهمني اني بسرق مواضيعها، ونشرت الموضوع في الجورنال كله، وشوهت صورتي عند مدام شهيره. يبقى قعدتك في البيت دي غلط. مش فاهمه يا بابا. افهمك، انا رايي انك تنزلي حالا تروحي على الجورنال تقابلي رئيسه التحرير، تفهميها ان كل الكلام اللي البنت ده قالته عليكي ملوش اي اساس من الصحه. ما هو ده اللي انا عملته، وكمان هددت ان انا هقدم استقالتي. غلط. الاستقالة دي أكبر غلط. بنت اللواء حسنين المصري لازم تكون قوية وتثبت إنها فوق الشبهات، مش تهرب وتقدم استقالتها. فكرك كده يا بابا؟ طبعًا، وإلا يبقى بتثبتي إن الكلام اللي البنت ده قالته عليكي حقيقي، وفي الحالة دي يبقى هي انتصرت وأنت خسرتي. عندك حق. طيب بابا بعد إذنك شوية. ليه ان شاء الله؟ هغير هدومي عشان الحق اروح الجورنال. محمود عمالك يصبوا اسمنت للمبنى الشرقي وانت فتحي تاخد العمال وتطلع على المبنى الغربي تركبوا الحديد والخشب، عايزه يخلص قبل الظهر. يلا الهمه يا رجاله. شدوا حيلكم يا رجاله. يلا شدوا حيلكم بسرعه يا حبيبي التواو. صباحو. صباحو حلو. ازيك يا سي مفيد؟ اهلا وسهلا. في ميعاد مع انتر بيه. موجود. اتفضلوا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا ترى هديتي ولا جايه تقدمي استقالتك؟ هديت. كنت هزعل قوي لو كنت هتقدمي استقالتك. بس يا فندم حضرتك اللي اتهمتيني. انا ما اتهمتكيش، انا كنت بسال وبستفسر، وده واجبك كرئيس التحرير لما يكونوا اتنين محررين مختلفين. انت بقى اتعصبتي واتنرفزتي واصريتي تقدمي استقالتك من غير ما حتى ترجعي لي وتعرفي رايي ايه. ممكن اعرف راي حضرتك دلوقتي؟ رايي انا قلت النشوه، ويا ريت تنسي الموضوع ده خالص وتنتبهي لشغلك. حاضر يا فندم. على فكره نعيم بيجي غير العاده وسال على الموضوع اللي كلفك بيه، عملتي فيه ايه؟ ساعه هيكون جاهز عند حضرتك. لا تطلعي له بيه على طول فوق. مبروك. الف مبروك. الباشا وافق تعملوا العمليه دي. لو اطمن ليكم وعملتوها صح هتمشي معاكم حلاوه. باشا احنا خدامينك وخدامين الباشا الكبير، وان شاء الله نشرفك ونرفع راسك عن تربيه. انت واد جدع يا حبي، ثلاثه بالله العظيم واد جدع وتستاهل كل خير. اما انت يا زين بطل شغل المعيله دي. عيله؟ الخناقه اللي انت عملتها عند عزام في الكباريه دي، ده كان وقتها ولا ليها لزوم؟ ما تحملش هم زين خالص يا باشا، سيبه عليا. يا زين غلطه يا ريس مش هتتكرر. انا عايز اقول لكم كلمتين حطوهم حلقه في ودانكم. الشغلانه اللي انتوا داخلين عليها دي شغلانه خطره. خطره قوي ومكسبها كتير. بس النفر مننا لازم يحط عينيه في وسط راسه. الغلطه فيها. بفوره. اطمن يا باشا. مقضيه باذن الله. دي العشان برضك يا حربي. طب البضاعه بقى سعادتك يعني هتستلمها مننا هنا؟ لا. انا عندي مخازن بعيد. عندي المحاجر في الجبل يعني. هستلم منكم بضاعه هناك. طب لو مؤاخذه يعني عن تربيه هو في سؤال كده يعني. اتفضل قول عزيز. هي المخازن دي فيها خرده؟ خرده؟ هي فيها خرده؟ ايه دخل الخرده في شغلنا؟ يعني يا باشا او يعني نتفق عليها برضه بالمره. بس انا يعني بكلمك في ملايين، طب ما انت تكلمني في ملايين. ده غطا يا باشا، غطا.
ما احنا لازم دلوقتي هنروح نعاين المكان وندرسه ونعرف سكك قبل ما نسلم، ولو كل ده اتعمل من غير الغطا ده ممكن الناس تشم حوالينا، واحنا طبعا مش عايزين الكلام ده، صح ولا لا عن تربيه؟ يخرب بيتك تصدق صح؟ خصوصا دي يعني مش هتكون اول مره ولا اخر مره نتعامل فيها مع بعضينا. الله يفتح عليك يا باشا. قول لي بقى المخازن دي فين؟ نخلص كلامنا الاول وبعدين مفيد ياخدكم ويوريكم الطريق. وانا بكره اخد السواقين بعربياتهم ونروح نحمل البضاعه من هناك زي كل مره يعني. كده بقى انا وحرب نعرف نروح ونيجي على المكان من غير ما حد يشك فينا. ماشي يا زين، بس يعني هتنقل البضاعه دي ازاي وامتى؟ امتى هنرتب امورنا ونظبط نفسنا وهتصل بيك اقول لك. اما زي دي بقى يا باشا يعني فشلها من دماغك خالص واطمن على الاخر، سيبها لنا يعني. المهم يا حرب السرعه، لازم نستلم البضاعة بسرعة. ليه؟ عشان نلحق ونوزعوها. اطمن يا باشا، كل حاجة هتمشي زي ما انت عايز واحسن كمان. ماشي يا حبيبي، ماشي. ايه في حاجة يا زين؟ لا مؤاخذة يا باشا، تعبنا يعني، سعادتك ما جبتش سيرته خالص. ما تقلقش يا زين، عملكم في الحكاية دي هتكون كبيرة قوي. لا باشا معلش بقى، يعني من غير زعل طبعا، بس يعني المثل بيقول لك ايه؟ اللي أقوله شرط آخره نور يا باشا. الباشا الكبير بتاعنا راجل كريم، يده فرطه، يحب يبسط الرجال اللي بيشتغلوا معاه، عشان كده عملتكم حقكم كبيره. راضي؟ اللي راضي راضي طبعا يا باشا، بس يعني لو عاوز الكلام ده يحصل امتى؟ لما تسلم البضاعه. لا يا باشا احنا هنسلم ونستلم. ما ينفعش. ما ينفعش ازاي يعني؟ واحنا بنشتغلوا في 1000 ولا 2000، دي ملايين ملايين، لازم تسلموا البضاعة الأول وبعدين نوزعها ونقبضوا تمنها ونصيب كل واحد ياخده عديل. طب واحنا يعني ايش ضمننا ان انتوا ما تدوناش الطرشة وتاكلوا حقنا؟